بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الزول في اللون حبيب قلبي ان شاء الله تكونوا كامل بخير في هذا البرد وانتم تشوفوا فيديو تاع اليوم اللي ان شاء الله راح اجيب لكم الدفء راح اجيب لكم لا اللي ان شاء الله نتمنى تلقاوها اترافير هاد لا فيديو عبر لي بارطاج لي جبتهم لكم لو كونتوني تاع اليوم راح يكون غني كما العاده راح معكم فيديو متنوعة ان شاء الله نبداوها بالقهوه عشاق القهوه والناس اللي يحبوا القهوه راكو تعرفوا مع البرد هذا نحبوا نشربوا لي كافي نحبوا نشربوا لي تيزان يعني نحبوا لي بواسون شود انا اليوم جبت لكم لا ماشين اللي راهي في داري عندها يعني كتر من عامين واليوم جبت لا ميم باش نتقاسمها معكم باش نديروا لها أه باش نديرو هاي ديمونستراسيون بالنسبه للناس اللي راهم حابين يشرو اون ماشينه كافي وتكون مليحه وتخرج لهم ام بون كافي كيما راكو تشوفو هنا ان كافي بيان سيغي مالغري مخدوم بلا بودر يعني لا ماشينه كافي هاديه تاع اليوم اللي هي لا ماشين سيلفر كريست الالمانيه أه اللي جبتها لكم اليوم من عند لا كازا دالجيري أه هاد لا ماشين تخدم القهاوي ولا تخدم لي كافي كسا سوا اون بودر ولا اون كابسول يعني يعني هذه الحاجه اللي ديما نحبوها تكون عندنا اكو شفتوا في الاول درت كافي اون بودر درتو بيان سيغي تحبو ديروا قيس اون دوز ولا قيس دو دوز يعني عندكم لي دو لي دو بوات ولا لي دو زاباري اللي يحطوهم لكم كيما هنايا ان كافي اون كابسول على بالكم لازم تعرفوا تخيروا برك ان بون كافي سا سو اون بودر ولا كابسول كاين بزاف لي ميحبوش لي كابسول يحبوا لا بودر كاين لي العكس هنا ماشين يعني ما تعطيكم يعني لو شوا كيما حبيتو تعطيكم ميم لي تيزان كيما راكو تشوفو لي تحبو تخدموهم بلي باستي تاع دولتي غوستو لي راهم يتباعو ولكن ما عندناش لا ماشين يعني نحطوهم فيها دونك لا ماشين تاع اليوم سيلفر كريس لي قلت لكم راهي عندي اكثر من عامين في داري تقدروا ترجعوا لي فيديو تشوفوها جوست هذه يعني جديده باش نديروا لها ديمونستراسيون انصومبل الناس اللي يحبوا اه يجيبو كيفها الوغ كيما قلت لكم نخدمو بها كامل لي بواسون شود حتى ملي بواسون يعني اون فيزيون كيما راكو تشوفو انا هنا عندي تي اون ساشي دونك نحطو برك في الـ في الكاس وتخرج لي الماء سخون هكذا يعني هاد لا ماشين فيها نقدروا نقولو 5 اون ماشي 4 اون لانه تخرج لكم ميم الماء سخون على لي بواسون اون آه, فيزيون كيما قلت لكم لي كافي تاعها لا يعلى عليهم يعني لا مستحهم تخرج ما شاء الله تخرج ان بون كافي بيان موسو والبنة تاعها يعني ما شاء الله يسوفي نقولو نعاود تخيرو ان بون كافي و بيان سور كي نقولو لا ماشينا كافي سيلفر كريست الالمانية اللي جبتها لنا اليوم لا كازا دالجيري مشكور عليها بلو بري تاع 22900 يعني زوج ملايين و 290 الف ما تنساوش انها ماركه المانية آه لازم نقولكم انها معناها ديلكم الضمان ولا لا غارونتي اللي فيها عام 12 شهر وزيد تعملكم لا ليفريزون لي 58 لا يعني تطلبوا المنتوج يجيكم حتى لباب الدار الناس اللي القهوه يحبوا لي تيزان كما قلت لكم يحبوا كامل لي بواسون شوت وسورتو كي راهو يعني قريب ان شاء الله شهر رمضان ان شاء الله ربي يلحقنا ليه سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين اكو تعرفوا القهوه وخدايمها في رمضان دونك هاد لا ماشين كما راكو تشوفوا لا كاباسيتي تاعها سي بيان 1450 واط 19 bars. il une machine à café. 19 bars. la mousse de la café. qui vraiment Il faut suivre les instructions. Parce que, ديكومبريسي يعني ديروا هاد لا لي تجي فيها تعمروها بشويه ما وتبيكيوها تعبزو عليها دونك حتى ديكومبريسي تعمروها توجور بالماء يكون دو بريفيرونس خالي من الكالكير يعني دو بريفيرونس سينو ساعة لساعة يعني ديروا لها قطرات تاع الخل وديروا لها انيتواياج نيتواياج هذا مكان ساهله بزاف الخدمه عندكم دو بوتون Euh, très maniable, un bouton pour un café ou la une boisson légère ou la pahoua khfifa ou tenir la pahoua bien serré. Donc, euh, il y quatre accessoires de peux les cafés serrés ou la khfif, les capsules ou les pastilles d'Oltigo Stock et même les thé infusion qui le fait directement le sachet infusion. لا كافي سيلفر كريست الالمانيه نقول ونعاود ديزاين تاعها ما شاء الله كيما راكو تشوفو ال بخون جوست ان بوتي كوان في لا كويزين تاعكم ولا في لو ماربر تاعكم ديزاين تاعها بزاف شباب جاية كولور اينوكس اي لو نوار سي تري كلاس انا بور مو زايدة نص في لا كويزين تاعي وما نستغناش عليها على القهوة تاعها وحتى على لي تي ميم البنات كي يحبو يشربو يعني لي بواسون بلا ما نكسر راسي دونك كل واحد يدير قهوته ولا يدير لو تي تاعو كيما يحب لا كازا دالجيري وفرت هنا بلا غارونتي كيما قلت لكم تاع براش شهر اي بيان سور توجور عندها لو كاتالوغ ولا يعني هذا لو بوتي كاي تاعها ليفري تاعها ولو انه يعني هي سهله بزاف وطلبوها من عند لا كازا دالجيري تدوها بالصحه وبالهنا نروحوا قبل ما ندخلوا يعني في لو بارطاج الثاني ولا نجيب لكم برك هذه الفكره اللي جبت لكم من عند لاباتيسري جدي اللي راهي دايره لي بمناسبه يناير اي دايره دي دي بوكس ولا دي كوفخي كيما راكو تشوفوا هكذا يجوا في السله هذه تاع يعني اللي ترمز الرمز الامازيغي كي وليداتكم اللي عندهم حفله اللي عندهم يعني مناسبه اللي تحبي يعني ما عندكش الوقت ما لحقتيش راهم دايرين دي بوكس كيما راكو تشوفو ما شاء الله بالرمز الامازيغي بمناسبه يناير بالصحه والهنا ان شاء الله هاد لي باني راهم فيهم البغرير لي بوكس هادو ما فيهم بغرير فيهم البراج وفيهم يعني اون بوكس مخلطه من كل شيء افيك ان بري سيمبوليك يعني نقول ونعاود كنت تلقاهم في لا باتيسري جدي ان شاء الله أه دونك هنا كيما راكو تشوفو نروحو لو بارطاج تاعنا في لا روتين وما نهربوش من الكوزينه انا قبل ما نروح نبدا معاكم الوصفه تاع اليوم راح نغسل حويجاتي حطيتهم في لا ماشين راح نتقاسم معاكم لا ليسيف ستيك داريبيل بريحه سافون دو مارسي ريحه زمان وريحة صابون تاع زمان وريحة صابون طرف الحجرة كما نقولوا هنا ريحة صابون الحجرة الريحة في هاد لاليسيف يعني معناها صابون طرف صابون دو مارسي يغسلكم الحوايج ما شاء الله أه توجور من عند لا مارك ستيك داريبيل أه توجور سافون مارسي يرمز للاصاله الناس اللي يحبوا يعني تعرفوا على لا جام تاع لا سيف لا صابون السائل تاع لا مارك ستيك هاوليك اليوم زدت جبت لكم صابون سائل مارسيليا أه ان شاء الله اذا لقيتوه تغسلوا به وتخلونا ارائكم ونروحوا ديريكتومون الوصفه اللي راني فرحانه بزاف جبتها لكم اليوم جي بارطاجي البارح معكم في في الانستغرام كي كنت يعني نطيب في البلا درت لكم يعني ديزانديس هكايا قلت نشوف اسكو كاين ناس اللي حيعرفو هاد لو بلان صورت لكم الباذنجان صورت لكم حبيبات بطاطا قلت يا درا وشنو هو هاد لو بلان ايبا هاد لو بلان بزاف اللي ما والله يعرفوه دو بيرسون با بلوس يعني آه في السونداج اللي درته لكم ما معليش اليوم راح نتعرفوا على طبق البرانيه طبق من آه تلمسان نحيي بزاف ناس تلمسان عزاز على قلبي معروفين بزاف طبق البرانية اللي يجي فيه الباذنجان ويجي فيه البطاطا وهنا كيما راكم تشوفوا كي قطعت الباذنجان قطعته هكا دي غونديل ندير له الملح ونحطه في كسكاس هذا ستيس توجور نستعملها مع لي زوبيرجين ولا مع الباذنجان باش يقطر ويطلق لي الماء اللي فيه راح يعرق داك الماء يخرج منه ما يخليهش يشرب دونك آه الزيت كي نكون نقلعه الو حطيت الباذنجان دو كوتي ونروح لا كوكو حطيت شويه السمن وحطيت معها زوج مغارف تاع الزيت هاد الوصفه اصليه ما قلت لكم طريقه البرانية على طريقه الناس آه تلمسان والله البنه تاعها يعني ما نقدرش نوصفها لكم الو حطيت السمن وشويه زيت حطيت اللحم الحيمه كيما اللي كتب ربي عندكم تحبوا الغنمي تحبوا البقري المهم طرف الحيمه هي تجيب الحيمه تجيب بزاف بنينه ونديرو لها الملح ونديرو لها الفلفل الكحل ونديرو لها الكرويه لو كارفي هادو هما التوابل بيان سور نحطوهم في البلاط تاع البرانيه على طريقه الناس تلمسان تحيه كبيره نقولها ونعاودها الناس تلمسان ان شاء الله يبانوا لي في لي كومونتير دونك خليت هذاك اللحم يتقلى في هذاك السمن والزيت وهذوك لي زيبيس ونروح نوجد هنا عندي بصله اللي آه قالوا لي الباذنجان اللي قالوا لي البارح المدربل ماشي المدربل لانه المدربل ما فيش لي ميم زيبيس ويجي بالثوم هنا راحين نرحيو حبيبه بصل كما شفتو كانت عندي حبه بصل خضر قطعتها رحيتها رحيتها اون بيغي كما راكو تشوفوا دو بريفيرونس ناشيوها واللي يحب يقطع البصل ما كاش مشكل مي دو بريفيرونس ناشيو لونيون تاعنا في هاد لا الوغ بعد ما تحمر هذاك اللحم في في الملح والفلفل الكحل والكرويه نقول ونعاود حطيت له هذاك البصله ودكان نروح للمهرس السي المهرس اللي يعطي لي البنه في هاد لو الوغ عندي <applause> هنايا سنينات تاع الثوم دي داي نحيلهم بيان سور هذيك لاتيج تجي في الوسط اذا لقيتوها وندير لها مع المهرس ندير شويه ملح راح ندرس شويه الثوم آه تاعي بالملح ونزيد له شويه الكرويه هاد لو يعتمد على لو ولا الكرويه هذا هو التاب الاساسي في هاد لو والله صدقوني إذا استعملتوا هذه الوصفة سورتو إذا كان طبقتوها بالمعارس راحين تفرحوني وتفرحوا أميراتكم في هذه الوصفة آه شوفو كاينين دي زاستيس آه نتمنى انكم تفهموهم كي نقولكم عليهم اللي عندها مهرس تخدم هذه الوصفه بالمهرس خذوا لي الراي وربحوا ورجعوا لي الخبر من بعدها في لي كومونتير دونك درست هذاك الثوم بالملح والكرويه ودركا نروح ننزلو على هذاك البصل وهذيك الحيمه هذيك بعد ما تقلات مليح نهبط عليهم هذيك الدرسه يعني ماشي درسة درسة جوست بالتوم ما فيهاش في الدريس كيما شفتو فيها توم وملح وكروية نخلي كل شيء تقلى وهنا الكروية تبدأ تلقى الريحة تاعها واش نقولكم هاكو تشوفوا معايا الباذنجان هاكو تشوفوا كيفاش بدا يتلقى الماء تاعو كي درنا الملح وحطيناه في الكسكاس دونك هو حيبدا يقطر الماء فيه باش كينقلوه الكميه تاع الزيت اللي نقلو فيها تقعد هي هي صدقوني راح معايا من بعد برانيه برانيه معناها بدنجل وبطاطا دونك البطاطا كيما راكو تشوفوا غسلتها قشرتها وغسلتها قطعتها هكذا دي غونديل ونخليها حتى هي دو كوتي دي الملح نملحها ونروح نقليها حتى هي قبل ما نروح نقلي البطاطا هنا راني يد منا ويد من راني نطلع على التقليه تاعي الحيمه هذيك شبعت هذيك التقليه وريحه الكرويه هنايا يعني سبحان الله البنه اللي لي تطلقها نمرق على اللحم هذا كيما راكو ونغلق على لا نقول لكم استعملت هنا غلقت لا كوكوط مده 25 دقيقه لانه هنا اللحم يعني كان جبته من الكونجيلاتور دونك وزيد اللحم بقري دونك خمسة 25 دقيقه من بعد نشوف اسكو اللحم طاب ولا مازال غلقت عليها اونطرو طون الحمره هي يطيب في لا كوكوط انا هنا راني بديت نقلي في البطاطا اللي كما شتو قطعتها دي رونديل وحطيتها الملح ونروح لبدن جل دركا اللي راه تلق الماء تاعو تشوفوا والله غير فريمون سبحان الله هاد لاستيوس تاع الملح شحال مليحه أه البطاطا راهي تتقلى لازم نخلوها تتحمر سي بارمي لي نقدر نقول عليهم وهذاك الباذنجان نجيب هكذا بابي ابسوربون نبدا نشف فيه يعني نشفو من هذاك الماء ما تنشفوش يعني تقلوه هذاك الزيت حيطرشكم كامل تحرقوا روحكم وزيد أه ما يشربش مليح يعني زيد يشرب الملح عفوا يشرب الم... الزيت ماشي كيما كيتنشفوه دونك احكموا شويه بابي ابسوربون نشفوه وبعد ما نحي البطاطا هايليك هاي تحمرت مليح ما شاء الله من بعد نحط عليها هذاك الباذنجال اللي نشفتو كيما قلت لكم ونقليه صدقوني بهذه الطريقه الزيت يقعد كيما راهو الباذنجال يعني بزاف ناس يحبوه يقول لك بصح كي نقلوه يشرب من الزيت تبعوا هذه لاستيس اللي قلت لكم عليها وتشوفوا كيفاش الزيت كيما تحطوه كيما تلقاوه برك نشفوه كيما راكو تشوفو داير هذاك البابيا ابسوربون نتوما تنشفو وهو يتشمخ سبحان الله تقول نتوما دخلتوه في الماء هاد البدنجال شوفوا لي ما يستعملش هاد لاستيس راه يقلي البدنجال بالماء تاعو دونك سي بوغ سا لي يشرب الزيت وهاد الطريقه طبقوها في كامل الوصفات تاع لوبرجين اللي تخدموا بها يعني ماشي غير في هذه الوصفه منين تكون عندكم إن ريسيت فيها لوبرجين ديروا هاد لاستيوس ودعيوا لي بالخير شوفوا كيفاش الزيت يقعد هو هو كما درناش هاد لاستيوس الزيت تم تم يهبطوا البدنجال كامل يولي كي لي يعني يشرب كاع هذاك الزيت سي بوغ سا لازم نديرو هاد لاستيوس انا هنايا فتحت على كوكو بعد ما فاتت خمسة 25 دقيقه شوفوا هنا كيفاش المرقه يعني لا صوص سي ريدويت هبطت كامل واختارت والحيمه ما طابت ما شاء الله نروحو لا توش اللمسه نديروها هنا عندي في المهراس كنت خليت شويه تاع الثوم مع الكرويه والملح هادو ما يعني خليوها هكذا قيس واحد زوج سنينات ولا ثلاثه تاع الثوم والملح والكرويات درسوهم هما تانا بون هنا اللي ما عندهاش مهرس معليش تقدر تسكر مي نقول ونعاود السي المهراس السي هو اللي يطلق لنا البنة ويعني لاستيوس والبنة كامل راهي في هذاك المهرس شللت هذاك المهرس بقطرة بقطرامة وهبط على داك التوم باش ما يتحرقش وهنا درت واحد ثلاث حبيبات تاع طوماطيش لا طوماط فريش قشرتها نحيت لها لابو تاعها وقطعتها اون بوتي دي وحطيتها تشرب هذيك الفلفل عفوا هذاك الثوم والكرويه والملح خليتها تشربهم انا هنايا يا تاعي كيما قلت لكم هاي لي كيسيري وتخلوها تختر هنا ما هاد الوصفه ما نسحقوش فيها يعني مرقه شرور نسحقوها تكون خاطره حطيت لها الحميصه بيسك الحميصه انا هنا عندي كانت طايبه اللي يعني الحميصه تاعها ماشي طايبه تحطها في الاول ومن بعد نهبط عليها هذيك الطوماطيش اللي تقلات في هذاك الثوم والملح والكرويه دو كان نعاود نغلق على كوكوت تاعي مده أه خمس دقائق با يعني قسمة هذه طوماطيش تزيد تلبي في هاد في هاد لاصوص فوالا في هاد, هاد المرقة هذا ما كان شوفوها هنا بعد ما زادو فاتوا خمس دقائق واحد اخرين عليها شوفوها المرقة تاعنا ما يشحز تنشف باسكو الطوماطيش راكو تعرفوا تطلق الماء دونك ما تخافوش خمس دقائق نتحصلوا على هاد المرقة أه المرقة تاع البرانية جات خاترة جات ملبية جات بنينة وفي طبسي نحطو هكذا نسقيو البرانيه اه نحطو البطاطا والباذنجان نحاولو انو نستفوها نديرو حبه بطاطا غونديلا تاع باذنجان غونديلا تاع بطاطا هكذا يعني باش تعطو الطبق تاعكم شكل شباب اه كي دون في يعني اه بور مونجي ونسقوها بهذيك المريقه الخاتره اللي جات ملبيه وجت بنينه وريحه الكرويه فيها يعني ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعها وهذيك الحميصه نشبحوها من الفوق وتحبوا وتحطوا هذيك الحيمه من الفوق وتحبوا تزيدوا تشبحوها من الفوق بشويه تاع الحشيش ولا تاع المعدنوس هي دو بريفيرونس المعدنوس وبدي ترونش تاع القارص وعصر قارص شبك وتعرفوا وين يكون باذنجان لازم نعصرو القارص هاد لو بلان واش نقول انا ديجا بالك تفيقوا لي ما كاين حوايج ما نعرفش نخبيهم انا يعني جو ساليف كي نشوف هاد لي بلان نولي نريك دراري صغار Parmi les recettes du terroir algérien, l'I... كل مره وين نسبوا هذا الخطره حنا الناس الغرب ناس تلمسان العزاز علينا اللي نتمنى ان شاء الله يقبلوا مني هذا لو كهديه ولا كعربون محبه وان شاء الله ينقطوني عليه يعطوني اي نوت مي انا نقول لكم مهما كانت النقطه تاعكم نقول بارك الله فيكم على هذا لو لانه استمتعت بالبنه تاعو حنا هذا لو بلان نعرفوه ولكن ننساوه يعني ما نديروش بزاف من البارح جا في بالي وقلت نتقاسمو مع لي بس كاين وقت الخضره اللي لي de دو سيزون نديرو هاد لي بلا دائما تكون فيهم الخضره وان شاء الله ديما ان شاء الله تعجبكم وتقبلوها مني ودائما ان شاء الله نتمنى اني نشوف تعليقاتكم ونحبكم بزاف وتهلاو في روحتكم سلام سلام